تنبيه وتحذير: إذا وصلت طلبية من أحد المناديب طالبت أنت طلبية وصلت الطلبية عند بيتك، وخاصة أنت إذا وصلتي لوحدك بالبيت، يعني سواء من فصلة وعندك عيال صغار والله بالبيت لحالك، والله انتبهي واحذري. المندوب إذا جاء أعطاك الطلب خليه يحطه عند الباب، هذا أول شيء. ثاني شيء، إذا ما كان عندك أحد لا تطلعين للمندوب ولا تفتحين الباب للمندوب. والله العظيم إني أحذر وأتكلم من شيء شفته ومن شيء سمعته. يعني عندك لازم يكون عندك أحد بالبيت. عندك أحد؟ أوكي، واحد من إخوانك، خوالك، عمامك، زوجك، خليه هو اللي يروح للمندوب ويأخذ الطلب. إذا فتحت الباب مثلا نقول أخذت الطلب وحاسبتيه وقالت المندوب مثلا وقالت المندوب أبغالي موية أو عصير أو شيء، لا تأخذ العاطفة تقولي نبشر تروحين. انتبهي واحذري، خذي طلبت. إذا أنت خربتيها وما عندك أحد ولا شيء وفتحت الباب وأخذت الطلب، خلاص خذي الطلب وسكري الباب. عصير، موية، مدري شلون، قولي معليش والله سكر الباب بس خلاص خذي طلبتك خلاص. والنصيحة والله العظيم أنصحت أنك لا تستقبلين ولا تفتحين الباب إلا يكون عندك أحد بالبيت بس. والله وربي يحميكن ويحفظكن ويبعد عنكن كل مكروه، واكتبونا بالكومنتات نفيد ونستفيد.